بونجور، اليوم غادي نشوفو فيديو جديد اللي هو الفيديو رقم 17 في هاد السلسله ديال الدروس ديال الالغوريثم. في لي فيديو اللي دازو شفنا ثلاثه ديال لي شابيتر. الشابيتر الاول اللي شفنا هو لي انستركسيون دو باز، شفنا لا فونكسيون لير، ليكريير، لافيكتاسيون، لا ديكلاراسيون، انسي سويت. من بعد في الشابيتر الثاني شفنا لي ستركتور كونديسيونيل اللي كيخلونا اننا نتحكموا في الكود ديالنا باستعمال سي سي نون. ومن بعد في الشابيتر الاخير اللي في الفيديوهات اللي دازو شفنا لي ستركتور ريبيتيتيف اللي كيخلونا اننا نعاودوا واحد الكود بزاف ديال المرات. اليوم غادي نبداو واحد الشابيتر جديده، ولكن قبل ما نبداو هاد الشابيتر غادي نحاولوا نبداو بهذا البروبليم. نفترض انه عندنا واحد الاستاذ اللي باغي يحسب الاشياء التاليه على واحد المجموعه ديال النقاط. باغي اولا يستوكي هاد النقاط في مجموعه ديال لي فاريابل، من بعد باغي يحسب لا مويان ديالهم، من بعد باغي يحسب شكون هو اللي جاب اعلى نقطه، من بعد باغي يشوف شكون هو اللي جاب اقل نقطه. نفترض ان هاد الاستاذ عنده فقط 4 ديال لي زيتوديون. دونك الاستاذ في الاول باغي فقط يستوكي او لا يخزن النقاط ديال الطلبه هادو، يعني غادي يستعمل واحد البروغرام. هاد البروغرام غيطلب من هاد الاستاذ هذا انه يدخل النقاط ديال كل ايتوديون. غادي يبدا بالايتوديون رقم واحد، من بعد ايتوديون جوج، من بعد ثلاثه، من بعد اربعه، ومن بعد غادي يسالي البروغرام. نفترض ان البروغرام في هذه المرحله فقط انه كيستوكي النقاط ديال الطلبه. دابا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نقادوا هذا الالغوريثم هذا باستعمال الاشياء اللي قريناها في لي فيديو اللي دازو. الوغ اول حاجه غادي نديرو هي ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. بطبيعه الحال عندنا 4 ديال الطلبه، بالتالي غادي يكون عندنا 4 ديال لي فاريابل اللي كيرمزوا النقاط ديال الطلبه هادو. من بعد الالغوريثم غادي يطلب كل مره ان الاستاذ انه يدخل النقاط. في الاول غادي يدخل النقطه ديال الطالب الاول، الثاني، الثالث، الرابع. وباش نريكوبيري لي فالور ديال هاد الطلبه هادو اولا باش نسترجعهم، الالغوريثم غادي يستعمل لير اللي كتخلي الاستاذ انه يكتب النقاط ديال هاد الطلبه هادو. نفترض ان دابا هاد الاستاذ هذا ما كيقريش 4 طلبه ولكن كيقري في الجامعه. بطبيعه الحال فاش كنقري في الجامعه غادي يكون عندي بزاف ديال الطلبه، ونفترض ان الاستاذ هذا كيقري 318 طالب. اذا البروغرام اللي غادي يستعمل غادي يبدا يدخل ليه النقاط من طالب رقم واحد، الطالب رقم جوج، ثلاثه، حتى الطالب رقم 17، ومن بعد رقم 18. دابا غادي نحاولوا نرجعوا ونحاولوا نعاود نكتبوا الالغوريثم وناخذوا في هذه الحاله بعين الاعتبار انه عندنا 318 طالب. الا خدمنا بنفس الطريقه او نفس لابروش اللي شفنا في الالغوريثم اللي داز، هنا خصنا نقادو 318 فاريابل اللي كيرمز للنقطه ديال كل طالب. من بعد خصني نكتب لي انستركسيون ايكريغ ولير 318 مره فوا 2، وبالتالي غادي ياخذ لهذا الشيء بزاف ديال الوقت وماشي سوليسيون اللي يقدر يحل لي هذا المشكل بواحد الكفاءه كبيره. وبالتالي خصنا نفكروا في طريقه جديده اللي تحل لنا هذا المشكل بواحد السرعه كبيره وبواحد العدد قليل ديال لي انستركسيون. الوغ الطريقه اللي غادي نستعملوه هي الهدف ديال الشابيتر رقم 4 من الدروس ديال الالغوريثم اللي هما لي طابلو. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا 4 الاشياء. اولا غادي نشوفوا كيفاش نديكلار واحد الطابلو، سيتادير كيفاش نعلم لا ميموار ديال لورديناتور انني غادي نستعمل واحد الطابلو. الشيء الثاني اللي غادي نشوفوا كيفاش ناكسيدي لواحد ليليمون، يعني كيفاش ندخل القيمه ديالو. من بعد غادي نشوفوا كيفاش نافيشي لي زيليمون ديال واحد الطابلو، يعني نكتب في ليكرون القيمه ديال واحد ليليمون او واحد لاكاز في الطابلو. من بعد غادي نشوفوا كيفاش نديروا الغومبليساج ديال واحد الطابلو، بمعنى كيفاش نعمر لي فالور ديالو اولا كيفاش نعطي واحد القيمه لواحد لاكاز في هذا الطابلو ديالنا. اولا غادي نبداو بلا ديكلاراسيون. كيفاش كنديكلاري واحد الطابلو في الالغوريثم؟ كنديكلاريوه بالانستركسيون التاليه. اولا كنكتبوا الكلمه ديال الطابلو، من بعد الاسم اللي غادي نعطيو لهاك الطابلو، بحال مثلا هنا نون طابل. من بعد اونتر جوج ديال الاقواس خصني ندير لاطاي ديالو او لا طول ديال الطابلو هذا، يعني شحال من اليمون غادي يكون فيه. واخر حاجه من بعد دو بوان هي لو تيب، واش هاد لي فالور ديال الطابلو غادي يكونوا دي زونتي ولا غادي يكونوا دي ريال ولا غادي يكون دي شين دو كاركتر. من بعد لورديناتور كيمثل الطابلو بالشكل التالي، كيكون عندنا واحد ليسباس ميموار اللي هو مكون من مجموعه ديال لي كاز، وهاد ليسباس ميموار الاسم ديالو هو الاسم ديال الطابلو. من بعد كل كاز في هاد ليسباس ميموار كيكون عندنا واحد لانديس، لا كاز الاولى ديال الطابلو لانديس ديالها هو صفر، لا كاز الثانيه او ليليمون الثاني في الطابلو لانديس ديال لاكاز ديالو هو واحد، جوج، حتى كنوصل لاخر اليمون في الطابلو اللي نورمالمون لانديس ديال لاكاز ديالو هو لاطاي ناقص واحد. باش نفهمو اكثر غادي نرجعو للطابلو اللي شفنا قبل ديال لي نوت، وغادي نحاولو نديرو لا ديكلاراسيون ديالو. نفترض ان هاد الطابلو هذا غادي نسموه ان. الوغ كما شفتو عندنا 318 طالب، وبالتالي لا ديكلاراسيون غتكون بالشكل التالي. غادي نكتب طابلو، من بعد الاسم اللي غادي نسميه هنا هو ان، من بعد اونتر جوج ديال الاقواس غندير لا طاي ديالو، في هذه الحاله 318 اليمون. ابخي دو بوان لو تيب، في لو تيب في هذه الحاله ديال النقاط هما
اعداد حقيقيه. كيفاش غادي يمثل لورديناتور هاد الطابلو هادو؟ اولا الاسم ديال لسباس ميموار اللي غادي ريزيرفي او لا غادي يحجز للطابلو هذا غادي تسمى ان. من بعد لي زيليمون ديال هاد الطابلو غادي يبداو من صفر حتى 317. عقلوا مزيان، دائما في الالغوريثم كنبداو الحساب ما كنبداوش من واحد، كنبداو من صفر. الو ليليمون الاول او لا النقطه ديال الطالب رقم واحد كاينه في لاكاز اللي لانديس ديالها صفر، النقطه ديال الطالب الثاني كاينه في لاكاز اللي لانديس ديالها واحد، حتى كنوصل للطالب رقم 318 لا نوت ديالو كاينه في لاكاز اللي لانديس ديالها 317. دابا غادي نشوفو كيفاش ناكسيدو، يعني كيفاش ندخلو لي زيليمون ديال واحد الطابلو، وبالضبط غادي نشوفو ثلاثه ديال الاشياء. غنشوف اولا كيفاش نافيكتي واحد القيمه لواحد ليليمون في الطابلو، من بعد غنشوفو لا سانتاكس ديال لا ليكتور اللي كنديروها بليغ اللي كتعني نخلي لوتيليزاتور الحريه انه يدخل واحد القيمه لواحد ليليمون في الطابلو، واخيرا غادي نشوفو لا سانتاكس ديكريتور يعني كيفاش نافيشي واحد ليليمون من الطابلو. غادي نبداو بلافيكتاسيون، لافيكتاسيون ساهله، كنديرو لو نو ديال الطابلو، من بعد لانديس يعني شكون هو داك ليليمون اللي غادي نبدل لا فالور ديالو، من بعد كندير سامبول ديال لافيكتاسيون اللي هو فليش كيمشي لون الطابلو، من بعد كندير لا فالور اللي بغينا نحطو في داك الطابلو. بالنسبه لا ليكتور كنديرو لا فونكسيون لير اونتر جوج ديال لي بارونتيز اسم ديال الطابلو، عاوتاني جوج ديال لي بارونتيز اخرين الانديس ديال داك ليليمون اللي بغينا نحطو فيه لا فالور ديالنا. من بعد ليكريتور كنديروها بالطريقه التاليه، كنكتب ايكريغ لو نو دو طابلو اونتر جوج ديال لي بارونتيز الانديس، يعني اللي كيتبدل من ليكتور ليكريتور غير اسم ديال لا فونكسيون. لير كندخلو بها لي فالور، و ايكريغ كنافيشيو بها لي فالور اولا كنافيشيو بها واحد ليليمون من الطابلو. هنا باش نفهمو كتر غادي نحاول نافيكتيو واحد القيمه لواحد ليليمون من الطابلو اللي هي لا نو 12 اللي تيديو رقم واحد. كما قلنا عندنا الطابلو بادي من صفر حتى 317، فاش كنقولوا ليتيديون رقم واحد يعني كنقولوا لا كاز اللي لانديس ديالها زيرو في الطابلو، وبالتالي لانستركسيون اللي غادي نكتب هي لانستركسيون التاليه. كندير ان اللي هو الاسم ديال الطابلو اونتخ جوج ديال لي بارونتيز لانديس ديال ليليمون ديالنا اللي هو صفر، من بعد كنديرو فلاش، ومن بعد كنعطيو القيمه 12 لهاد ليليمون هذا. ومن بعد ليكزيكسيون ديال هاد لانستركسيون في لا كاز الاولى ديال الطابلو غادي نلقى لا فالور 12. دابا غادي نحاول نستعملو لا ليكتور اللي هي واحد لانستركسيون كتخلينا نافيكتيو حتى هي واحد القيمه للطابلو، غير هنا لافيكتاسيون كيديرها لوتيليزاتور. اللي غادي نافيكتيو هو غادي نافيكتيو واحد لانوت ليتيديون رقم 3. هنا كما شفتو ما درش النقطه لان لوتيليزاتور عنده الحق يدخل اي نقطه بغا. هنا ليتيديون رقم 3 هي لا كاز ميموار اللي لانديس ديالها 2، وباش نافيكتي غادي نستعمل لانستركسيون التاليه لير اونتر جوج ديال لي بارونتيز ان اونتر جوج ديال لي بارونتيز لانديس ديال ليليمون ولا لا كاز اللي هو جوج. ومن بعد فاش كتيكزيكوت هاد لانستركسيون لوتيليزاتور كيدخل واحد القيمه اللي بغا هو، يقدر مثلا يدخل هو 9.5. دابا غادي نحاول نتيستي لا سانتاكس ديكريتور اللي كتعني الافيشاج ديال واحد ليليمون من الطابلو. هنا غادي نافيشيو لا نوت ديال اخر ايتيديون في لا ليست، بمعنى ليتيديون اللي لانديس ديال لاكاز ديالو 317 اللي هو في لا ليست اللي عندنا 318، لان حنا كنبداو من واحد ولكن لورديناتور كيبدا من صفر. وبالتالي لانستركسيون اللي غادي نستعمل هي لانستركسيون التاليه، غادي نكتب ايكريغ اونتر جوج ديال لي بارونتيز الاسم ديال الطابلو، من بعد اونتر جوج ديال لي بارونتيز لانديس ديالو اللي هو هنا 317. هنا باش نلخصو هادشي اللي شفنا، واحد الطابلو هو واحد المجموعه ديال لي زينيمون اللي عندهم نفس لو تيب، واحد الطابلو كيستعمل بزاف ديال لي كاز ميموار، ولكن هاد لي كاز ميموار كاملين عندهم نفس الاسم، ولكن باش نفرق بين كاز ميموار ديال واحد ليليمون وكاز ميموار ديال واحد ليليمون اخر كنستعمل لانديس ديال داك ليليمون اللي كيبدا من صفر حتى ان ناقص واحد ديال لا طاي ديال الطابلو. هنا كما قلنا باش نديكلاري واحد الطابلو كنستعملوا لا سانتاكس التاليه، طابلو الاسم ديال الطابلو لا طاي ديالو دو بوين لو تيب اللي كنعطيو ليه. مثلا الى غنديكلاري واحد الطابلو فيه خمسة ديال لي زيليمون غادي نستعمل لانستركسيون سويفونت، طابلو تي اونتر جوج ديال بارونتيز خمسة دو بوان اونتي. من بعد لورديناتور في ليسباس ميموار ديالو غادي ريزيرفي واحد ليسباس ميموار غادي يعطيه الاسم تي، هاد ليسباس ميموار غادي يكون فيه بزاف ديال لي كاز، وكل كاز غنديرو فيها واحد ليليمون، والفرق بين كل كاز وكاز كما قلنا هو الانديس ديال لاكاز اللي كيبدا من صفر حتى خمسة ناقص واحد اللي هنا هي ربعة. باش نعمر واحد الطابلو كما قلنا كنديرو لافيكتاسيون، هادي هي الطريقة الأولى، وكنعطي واحد لا فالور لواحد الإليمون من الطابلو. هنا ممكن نشوفو واحد ليكزومبل اللي هو لافيكتاسيون ديال مجموعة ديال لي فالور لي زيليمون ديال الطابلو اللي شفنا. ممكن افيكتي ليليمون الأول ديال الطابلو اللي لانديس ديالو صفر القيمة 6، من بعد افيكتي ليليمون التاني ديال الطابلو لي لانديس ديالو واحد القيمة ديال ليليمون الأول ناقص جوج، من بعد نفس الشيء بالنسبة لليليمون 3 4 5،
وعلى اليمين غادي تشوفوا الطابلو ديالنا اللي كيبدا من صفر دائما حتى الربعة، وكل كاز في لا ميموار دابا عندها واحد القيمة. مثلا ليليمو 4 لي لانديس ديال لا كاز ميموار ديالو في الطابلو ديالنا هي 3، القيمة ديالو هي 20. دابا غادي نشوفوا الغومبليساج اللي كيدار بالطريقة الثانية اللي هي الأكثر استعمالا باستعمال لور، بمعنى غادي نخلي لوتيليزاتور هو يدخل لي فالور اللي بغا في كل إيليمون في الطابلو. هنا بطبيعة الحال خصنا نستعملو لير اونتر دو بارونتيز كيما شفنا لو نو ديال الطابلو اونتر جو ديال لي بارونتيز لانديس ديالو. الا بغينا نخليو لوتيليزاتور يدخل جميع القيم ديال لي زيليمون ديال الطابلو، بطبيعة الحال خصنا نستعملو واحد البوكل. لا بوكل اللي غادي نستعملو هو لا بوكل بور، كيمشي من اول اليمون اللي كيما قلنا لانديس ديالو هو صفر لاخر اليمون اللي لانديس ديالو هو 4، وكل مره كنمشي بواحد. من بعد كندير لير اونتر دو بارونتيز و entre deux parenthèses اخرين اي. هنا هاد لا بوكل غادي يعاود 5 ديال المرات لانستركسيون لير اي، وفي كل مره غندخلوا واحد ليليمون من الطابلو ديالنا. فيما يخص لافيشاج غنستعملوا نفس الطريقه اللي شفناها في لا ليكتور، غنستعملوا واحد لا بوكل بور اللي كيمشي من اول انديس صفر لاخر انديس في الطابلو اللي هو 4، ومن بعد في كل ايتيراسيون في كل ريبيتيسيون غادي نافيشي واحد ليليمون من الطابلو. من بعد في اكري غادي نافيشيو كل اليمون، فاش كنقولوا ليليمون يعني خصنا نبداو الحساب ديالنا من واحد لا كاز لا فالور ديال كل كاز ميموار، فاش كنقولوا لا كاز ميموار يعني خصنا نبداو من صفر. هادشي علاش في ليليمون استعملنا اي بلس 1 مثلا ليليمون واحد، ولكن فاش غادي نافيشيو ما غاديش نافيشيو ليليمون واحد، غادي نافيشيو لا كاز ديال ليليمون واحد اللي هي في لا ميموار صفر، اللي غادي نديروها تي اونتر دو بارونتيز صفر، ولا نفس الشيء بالنسبه لجوج ثلاثه اربعه حتى كنساليو الطابلو ديالنا. باش نفهموا اكثر غادي نعاودوا نرجعوا للمثال اللي شفناه قبل ديال الاستاذ اللي كيقري في الجامعه اللي باغي يحسب النقاط ديال الطلبه. في الاول البروبليم اللي خدمت عليه هو كيفاش نستوكي النقاط ديال الطلبه في دي كاز ميموار. دابا غادي نحاول ندوز لواحد البروبليم اخر جديد اللي هو كيفاش نحسب لا مويان. يعني هذا الاستاذ هذا غيدخل النقطه ديال الطالب الاول، يدخل النقطه ديال الطالب الثاني، الثالث، حتى للطالب رقم 317 318، وفي الاخير الالغوريثم او البروغرام اللي غادي يستعمل خصو يافيشي ليه المعدل ديال جميع الطلبه. نفترض هنا ان المعدل ديال جميع الطلبه في الماتيير اللي كيقري الاستاذ هو 11.35. الوغ ليكزيرسيس ديالنا هو هذا، كما قلنا خص هذا الاستاذ هذا يدخل النقاط ديال جميع الطلبه، يعني النقطه ديال الطالب رقم 1، النقطة ديال الطالب رقم 2، حتى النقطة ديال الطالب رقم 318. من بعد هاد الالغوريتم غادي يحسب المعدل ديال جميع هاد الطلبة هادو. الوغ أول حاجة كنبداو بها دائما هو الاسم ديال الالغوريتم ديالنا. هاد الالغوريتم غادي نحاولو نسميوه موان نوت. من بعد غندير لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. هنا الى لاحظتوا مزيان غادي يكون عندنا واحد الفاريابل اللي كيرمز النقط ديال جميع الطلبة اللي هو لا فاريابل طابلو للاسم ديالو ان. لا طاي ديال هاد الطابلو هذا غادي يكون 318 طالب. من بعد لو تيب ديال كل اليمون في الطابلو هو ريال. من بعد خصني نديكلاري جوج ديال لي فاريابل اخرين. الفاريابل الاول هو ام اللي غادي نافيشي في الاخر اللي هو المعدل ديال الطلبه. من بعد غادي يكون عندي واحد الفاريابل اس اللي غادي ندير فيه الجمع ديال جميع النقط ديال الطلبه هادو اللي غادي نقسمو بعد على 318. غادي يكون بطبيعة الحال لو تيب ديال هاد جوج ديال لي فاريابل غيال، وغادي نحتاج واحد اي اللي غادي نستعملو في لا بوكل بور. من بعد غادي نبدا ديبي باش ما ننساش نزيد فان هي الاولى. ابخي اول حاجة غادي ندير خصني ندخل جميع النقط ديال الطلبة، يعني نعطي لا بوسيبيليتي للاستاذ انه يدخل جميع النقط ديال الطلبة هادو، بالتالي غادي نستعمل لا بوكل بور. بالنسبة لا بوكل بور غادي يبدا اي لانديس ديالو من لاكاز لي لانديس ديالها صفر، يعني ليليمون الاول، ا على كاز 317 يعني ليليمون 318 ديال الطابلو، البا دائما هو واحد. من بعد غندير فا. ثاني حاجه خصني نطلب من لوتيليزاتور يدخل القيم، يعني خصني نكتب ليه واحد الميساج نقول ليه مثلا دوني لا نوت دو ليتيديون نيميرو. هنا باش نفكركم غندير في النيميرو، يعني لوتيليزاتور ما يمكنش نكتب نقول لوتيليزاتور دخل ليا النقطه ديال الطالب النيميرو ديالو هو صفر، لا خصني نستعمل اي بلس 1 يعني كنهضر معاه هو اي بلس 1. من بعد نقدر نزيد واحد دو بوين افيشيها لي اونتر جوج ديال لي غيومي. ابري لي طاب سويفونت هي انني نرجع القيمه اللي غادي يكتب لوتيليزاتور. باش نرجع القيمه دائما كنستعمل لير. من بعد غادي ندير ان اونتر دو بارونتيز لانديس ديال كل اليمون. هنا باش نستعمل لانديس كنستعمل اي بلا ديك زائد واحد. من بعد غنديرو فان بور.
المرحله الثانيه هو نحسب الجمع ديال جميع هاد النقاط هادو كما شفتوا في لي فيديو اللي دازو. باش نحسبوا الجمع ديال واحد المجموعه ديال لي زينمون خصنا نستعمل واحد الفاريابل اس ونينيسياليزيو في الاول بصفر. من بعد غنديروا لو بوكل بور نفس الشيء ربحوا الوقت نديروا كوبي كولي فان بور. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي نستعمل داك اس اللي خدمنا عليه في كل مرحله. شنو غادي ندير؟ في كل ايتيراسيون في كل ريبيتيسيون في الطابلو ناخذ اس غادي نعطيه القيمه القديمه ديالو زائد ليليمون اللي وصلنا ليه في الطابلو او لا فالور ديال ليليمون اللي وصلنا ليه في الطابلو. باش نرجعوا لا فالور ديال هاد ليليمون هذا غادي نديروا ان اونتر جوج ديال لي بارونتيز لانديس ديال داك ليليمون اللي هو اي. هنا اشنو غادي يطرا؟ في كل مرحله غادي نعطي الاس القيمه القديمه ديال اس زائد ان واحد. مثال في الاول القيمه ديال الاولى ديال اس هي صفر، يعني غادي نعطي الاس صفر زائد القيمه ديال ليليمون الاول اولا لا كاز صفر اللي هو مثلا 12. غادي نعطي الاس 12 غندوزو ليليمون الثاني. نفترض ان ليليمون الثاني فيه النقطه 14، بمعنى اشنو غادي يطرا؟ غادي نعطي الاس ديك لا فالور القديمه ديالو اللي هي 12 وغنزيد عليها 14 وبالتالي غتكون هي 26 وهكا حتى كنوصلوا ل 317. فاش نساليو الالغوريثم باش نحسبوا لا مويا كنكتبوا الانستركسيون التاليه كنديروا ام كنعطوها القيمه ديال اس يعني الجمع ديال جميع هاد النقط هادو كنقسموه على لاطاي ديال الطابلو اللي هي 318. من بعد كيبقى لينا لافيشاج ديال لو ريزولتا. هنا باش نافيشيو كنستعملوا ايكخيغ وكنافيشيو القيمه اللي غادي يلقى الالغوريثم في ام. هنا غادي نكتبوا لا مويا دي نوت اي وغادي ندير ام باش نافيشي القيمه اللي لقيت. فوالا هذا هو لا سوليسيون ديالنا. اول حاجه طلبنا من لاتيليزاتور انه يدخل القيم ديال جميع لي فاريابل. من بعد استعملنا ايكخير ولير باش ندخلو لي فالور ديال كل اليمون في الطابلو. هنا لير وايكخير استعملنا واحد البوكل باش ندوزو جميع لي زيليمون. نفس الشيء استعملنا واحد البوكل اخر باش نحسبوا الجميع النقاط ديال جميع الطلبه. من بعد حسبنا ام اللي هو اس على العدد ديال الطلبه وفي الاخير درت لافيشاج ديال لو ريزولتا باستعمال لا فونكسيون ايكخير. كخلاصه عامه على هذا الفيديو هذا شفنا لي طابلو، شفنا لانتيغي علاش كنستعملوا لي طابلو، من بعد شفنا كيفاش نديكلاري واحد الطابلو في لا ميموار، من بعد شفنا كيفاش ندخل لواحد ليليمون في الطابلو، من بعد شفنا كيفاش ندير الغومبليساج يعني نعمر لي زيليمون اللي عندنا في الطابلو، وفي الاخير شفنا كيفاش نافيشيو لي زيليمون اللي كاينين في واحد الطابلو هذا.